سؤال حول اللعن. يقول: هل ألعن بني صهيون؟ أنا أرى إبادة جماعية لأهلينا في غزة، المنازل تهدم على رؤوس الأطفال والكبار والأشياخ والعجائز، القناصة يقنصون أطفالا بعضهم لسه لم يبلغ من العمر بضعة أشهر بل أحيانا بضعة أيام، قناص يقنصه وهو عن عمد يريد أن ينال أن يقتل طفلا صغيرا. فتغلي نفوسنا بمراجل من الغضب. فهل هناك من بأس في لعنة هؤلاء، استجلاب لعنة الله على هؤلاء القتلة وعلى هؤلاء المحاربين لله ولرسوله ولكل ما هو حتى إنساني على وجه الأرض؟ يا بني، اللعن عايز وقفة. أما لعن من آذى المؤمنين، من حاربهم، من شاقهم، فهذا مشروع بلا نزاع، ولعن الجنس مشروع بلا نزاع. الخلاف ورد في لعن المعين شخص بعينه، أما لعن جنس الكفرة أو جنس العصاة أو جنس المحاربين أو جنس الذين يشاقون الله ورسوله، هذا ورد كثيرا في الكتاب والسنة: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ابتداء، المسلم بصفة عامة من حيث المبدأ ليس بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا. لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضبه ولا بالنار. وفي الحديث: ومن لعن مؤمنا فهو كقتله، ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقتله. بل في سنن أبي داود: إن العبد إذا لعن شيئا صعدت اللعنة إلى السماء فتغلق أبواب السماء دونها، ثم تهبط إلى الأرض فتغلق أبوابها دونها، ثم تأخذ يمينا وشمالا، فإذا لم تجد مساغا رجعت إلى الذي لعن، فإن كان لذلك أهلا وإلا رجعت إلى الذي لعن، فإن كان لذلك أهلا وإلا رجعت إلى قاتلها. حتى كان سلمة بن الأكوع يقول: كنا إذا رأينا الرجل يلعن أخاه رأينا أنه قد أتى بابا من أبواب الكبائر. القصد، دعونا نفرق بين لعنة الكفرة ولعنة العصاة. أما لعنة الكفرة كجنس، نعم وارد. لعنتهم كآحاد كأفراد في من آذوا المسلمين فقط، في المحاربين والمشاقين والمعادين. سيدنا موسى دعا بما هو أكثر من هذا، قال: ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. دعا أن يحجبوا عن الإيمان حتى لا يستحقوا رحمة الله سبحانه وتعالى في الآخرة. وقد حقت عليهم الكلمة وعلى إمامهم فرعون. يريد أقول للنبي عليه الصلاة والسلام: لو رأيتني وأنا آخذ من حال البحر من طينه وأدسه في فرعون مخافة أن تدركه رحمة الله. لحسن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فتدركه، يعني أو يعني وأن موسى رسول الله فتدركه الرحمة. لو رأيتني وأنا آخذ من حال البحر وأدسه فيه مخافة أن تدركه رحمة الله. هذا عندما قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. نفرق من اللعن المطلق واللعن المعين. اللعن المطلق يجود للكفرة وللظلمة وللعصاة. لعن الله الظلمة، لعن الله الكفرة، لعن الله السراخ، لعن الله الزناة، لعن الله القتلة، لعن الله شارب الخمر، لعن الله المقامرين. جنس الكفرة أو جنس العصاة جائز، وقد ورد هذا في نصوص كثيرة جدا، وأضرب لكم أمثلة: لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها، لعن الله الخامشة وجهها
والشاقة جيبها والداعية بالويل والثبور، لعن الله الراشي والمرتشي، هذا لعن الجنس العصاة، لعن الله الراشي والمرتشي، لعن الله العقرب ما تدع المصلي وغير المصلي اقتلوها في الحل والحرم، لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء، لعن الله المحلل والمحلل له، لعن الله المختفي والمختفية. ايه موضوع المختفي ده؟ نباش القبور. لعن الله المختفي والمختفية، المختفي نباش القبور. المختفي النباش عند أهل الحجاز من الاختفاء والاستخراج والاستتار، لأنه يسرق خفية، دعاء عليه بالطرد من رحمة الله، أنه يكشف الميت عن ثيابه ويظهره وينزع عنه ثيابه لكي ينتفع بكفنه ويهتك حرمته، فاستحق بهذا اللعن والطرد من رحمة الله عز وجل. لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات، المتفلجات الحسن المغيرات لخلق الله، هذا لعن لجنس العصاة. لا يصلح أن ترى نامصة أو تقول له أنت ملعونة لعنك الله، لا، أن تشير إلى معين إن ارتكب معصية فتلعنه، هذا لا يحل لك، لأنك لا تدري بما يختم له، لا تدري بما يختم له. لعن الجنس شيء ولعن شخص بعينه، لأن اللعنة لكي تصيب معينا لابد من تحقق شروط وانتفاء موانع، أن يكون قد ارتكب المعصية وهو عالم، أن يصر عليها، أن يموت عليها. مهما جاء من الذنوب والمعاصي ثم وفق إلى توبة قبل الممات، التوبة تجب ما قبلها. يبقى في الكفرة وفي العصاة يجوز لعن الجنس ولا يلعن المعين. لا يلعن المعين من الكفرة إلا من آذى المسلمين بشخصه، هذا الذي يلعن بشخصه. اللهم لعن أبا جهل، اللهم لعن أبا لهب، اللهم لعن عتبة وشيبة ابن أبي ربيعة. آذوا النبي عليه الصلاة والسلام بأشخاصهم فلعنوا بأشخاصهم. ما وراء هذا؟ باب التوبة مفتوح. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قيله إن دوسا أبت فادعوا عليهم، قال اللهم اهدي دوسا وأت بهم، فكان يدعو بالهداية لمن لم يؤذي المسلمين، ويدعو على من آذى المسلمين وحاربهم وشاقهم. اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك. هذه خلاصة القول أحبابي في قضية اللعن. اللهم لعن بني صهيون جاهز جنس، اللهم لعن أحدا منهم ممن تولوا كبر هذه المجزرة وكبر هذه المذبحة جاهز. فهذا صفوة القول فيما في هذا السؤال.